مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم مجتمعنا المصري. النهاردة أنا جاية وزي ما تعودتوا إن أنا كل مرة بفتح ملف فساد أو قضية جديدة. النهاردة معانا قضية غريبة من وفريدة من نوعها. يعني إيه فريدة من نوعها؟ مواطنة مصرية موجودة داخل دولة الكويت تعرضت لحادث إحنا مش قادرين نعرف الحادث ده هو حادث مدبر ولا حادث قضاء وقدر. تمام؟ طيب الحادث اللي حصل ده كما قيل لنا يعني ان سيدة كانت موجودة داخل منزلها وقعت من على ارتفاع، ده اللي موجود داخل التقرير الطبي اللي صدر من المستشفى، والتقرير ده كان تقرير مبدئي مش تشخيص او تقرير طبي جنائي. التقرير بيقول ان هي واقعة من على ارتفاع متر او متر ونص، ادى لجرح في الرأس وفي الأنف وكمان أدى لانفجار في الكبد والطحال والبنكرياس وتهشم وانفجار في الأنسجة. تمام؟ طبعا القصة كلها هنقدر نعرفها من التقرير اللي جاي دلوقتي من والدة هناء المريضة المتواجدة داخل دولة الكويت. تمام؟ هنسمع منها ونعرف منها ايه الموضوع ونرجع لكم مرة تانية. هنطلع دلوقتي للتقرير ونرجع مرة تانية. النهاردة احنا موجودين في نزلة المعتمدية في ارض اللواء. جينا النهاردة عشان في استغاثة جات لنا ان في مواطنة مصرية سافرت الكويت علشان خاطر تروح وتشتغل هناك وتزوجت من شاب مصري قبل ما تسافر الكويت وانجبت منه 4 اولاد، وكان مصيرها بعد الزواج وبعد انجاب ال4 اولاد كان مصيرها انها تعرضت كما قيل لنا يعني لحادث ما احناش عارفين الحادث ده هل حادث مدبر ولا زي ما تقلنا عن طريق التقرير اللي جالنا ان هي وقعت من على ارتفاع متر او متر ونص، ادى الى تهشم في جمجمة الرأس، ادى الى تهتك في الأنسجة والبنكرياس والطحال والكبد، ومش بس كده كمان نزيف في المخ ونزيف آخر في الأنف. طيب كل ده هنعرفه النهاردة لما هنروح بيت هناء المواطنة المصرية المتواجدة داخل دولة الكويت. عايزين نعرف ايه الحقيقة وازاي تعرضت للهجوم ده، وهل هو هجوم ولا حادث، ده اللي احنا هنعرفه مع حضراتكم. تعالوا بينا نطلع لبيت هناء ونعرف ايه اللي حصل، لان الحادث ده حادث غريب ومروع فعلا. وهي دلوقتي موجودة في غيبوبة بقالها 2.5 سنين مش قادرة تتحرك، مش قادرة تتكلم، حتى لم يتم استجوابها علشان خاطر حتى نوصل للحقيقة، وللأسف كمان فقد الوعي وفقد الإدراك. احنا النهاردة موجودين مع الحاجة ام سعيد والدة هناء المجني عليها اللي تعرضت لحادث احنا زي ما قلنا لكم مش عارفين اذا كان الحادث اثر وقوع سقوطها من على ارتفاع متر او متر ونص، ادى للاصابات الجسيمة اللي تعرضت لها هناء، وحاليا هي زي ما قلنا لكم فقد الوعي والادراك لمدة 2.5 سنين في غيبوبة تامة. احنا حتى مش قادرين نوصل لحقيقة الموضوع بسبب عدم استجوابها. فاحنا النهاردة موجود معانا والدتها، هنحاول نفهم منها الحقيقة او نوصل لأي خيط نقدر نعرف بيه حقيقة الإصابات الجسيمة اللي تعرضت لها هناء. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ ربنا يخليك، الله يسلمك يا حبيبتي. طمنيني عليكي وعلى صحتك، وعايز اعرف منك ايه اللي حصل كده من البداية. قوليلي هناء اتعرفت على زوجها ازاي؟ بيشتغلوا في مصنع هدوم وكانوا بيروحوا يوردوا الهدوم للزباين، هو كان سواق، طلب الجواز واتجوزها وقعدوا هنا اكتر من 2 سنين ورجعوا قالوا احنا رايحين الكويت وسافر الكويت وحصل اللي حصل. بس طيب انا عايزه اعرف بقى
لما هناء اتجوزت هاني، تمام، هي اتجوزته هنا في مصر مش كده؟ تمام. بعد كده سافروا على الكويت، انجبت الاولاد في الكويت ولا هنا في مصر؟ لا، ولدت هنا الاولاد. عندها كم ولد؟ كريمان ومحمد، ولدتهم هنا. وفريده ولدتها هنا، وبنت اسمها نور ولدتها هناك، ما شفناهاش دي. يعني هي تحمل اربع اطفال. اربع اطفال. اكبر طفل عندهم كم سنه؟ ثلاث ولاية وولد. اكبر طفل عنده كم سنه؟ يعني بتاع 12 سنه. طيب قولي لي بقى يا حاجه، هل كان في خلافات زوجيه مثلا لما كانت بتيجي هناء هنا في مصر؟ كانت بتقول لك مثلا هل في خلافات زوجيه زي البنت وامها بيفضفضوا مع بعض؟ ما كانتش بتقول حاجه، كانت بتخاف مني وما ترضاش تقول اي حاجه خالص، يعني يضربها ما تقولش، يحصل خلافات بينهم وبين بعض ما تقولش. انت عرفتي منين؟ واحد كلمني في التليفون العادي ده، قال لي انتم عرب؟ قلت له قال لي انت ازاي قاعده تاكلي وتشربي ومبسوطه وبنتك في المستشفى وحصل فيها كذا كذا كذا؟ قلت له انا ما اعرفش ان بنتي حصل فيها كذا كذا. زعقت لاولادي الاثنين، ازاي مش تقولوا لي؟ مين بقى الراجل ده؟ ما اعرفوش. يعني حد ما تعرفوهوش؟ ما اعرفوش. اتصل بالتليفون، خد نمرة التليفون وما اعرفش من مين واتصل بينا، بس حتى اتصل كمان اليومين دول ليا. انا عايزه اعرف دلوقتي، لما الراجل ده اتصل بيكي وعرفتي ان هناء تعرضت للحادث، انت بتقولي اخوها عمل ايه بقى؟ اخوها سعيد. سعيد راح كلم الدكاتره قالوا له، يعني هو سافر هناك الكويت. قالوا له روح ارفع قضيه عشان اختك. اللي حصل بينهم ان هو بيدور في ورق اخته في تليفون ولا انا عارفه في ايه، فقال له انت جاي تفتش عليا، واتخانق معاه وطرده. طيب انت قولي لي حاجه، لما الاستاذ سعيد راح وفتش في الورق وطرده الاستاذ هاني اللي هو زوج المجني عليها، تمام، طيب عايزه اعرف ما حاولتوش مثلا تتواصلوا مع اولاده مع حد منهم؟ ما فيش حد من ولادها خالص بيكلم العيال؟ وقعد يقول للناس ما اصحاب هناء ده ما بيسالوش عن العيال، ده ما بياخدوش العيال وكده. طب ما تجيبهم، هاتهم، واحنا يعني لو العيال قلنا احنا هنهمل فيهم؟ مش هنهمل فيهم، بس هو ما جابهمش. استاذ سعيد هو اللي بيتواصل؟ هو اللي بيجي يحكي لي، وهو اللي بيقول لي، وهو اللي بيتكلمني في التليفون، واقول له ازاي اختك النهارده؟ يقول لي كويسه وكده يعني. لكن انا ما اعرفش اي حاجه عن الدكاتره ولا اي حاجه خالص. بس طيب، مش شكرا يا حاج. اعزائي المشاهدين، احنا هننتقل للاستاذ سعيد نفهم منه ملابسات الموضوع بشكل تفصيلي، بما انه هو الاكتر حد راح لاخته وتابع القضيه، اكتر حد قدر يتواصل مع الاطباء المعالجين لحاله هناء، ربنا يشفيها ويعافيها. هنفهم منه الموضوع بشكل تفصيلي اكتر. انتظرونا، هننتقل للاستوديو مع الاستاذ سعيد، وشكرا. رجعنا لكم بعد التقرير. هعرف الحقيقة، هعرف التفاصيل، هعرف ملابسات الموضوع كله من أوله لآخره مع الأستاذ سعيد شقيق هناء المريضة المتواجدة داخل دولة الكويت. برحب بضيفي الكريم أستاذ سعيد، أهلا بيك، منورني في البرنامج ومنور قناة الصحة والجمال يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. أنا عايز أعرف الموضوع كده من أوله، من أول ما جالك الخبر، تمام، ان اختك موجوده عندها اصابه او مصابه بشيء، تمام، لحد النهارده. تمام يا فندم، اتفضل. انا قبل جالي تليفون يوم 14/3/2018 قبل الحادثه، بعد الحادثه بيوم اخته راحت اتصلت بيا، تمام، بتقول لي ده هناء حالتها خطيره جدا. بقول لها في ايه بالظبط؟ قالت لي ده اتصل بهاني ضروري. اتصلت بهاني بقول له في ايه يا هاني؟ ايه اللي حصل بالظبط يا هاني؟ قال لي اختك وقعت من على ارتفاع 2.5. طب حضرت تأشيره هنا عشان اسافر؟ قال لي حاضر وبتاع، حضر الباسبور. انتظرت شهرين عشان اشوف هاني يبعت لي تأشيره ولا اي حاجه. المهم الحمد لله ما كنتش بتتابعه في الشهرين دول علشان تقدر تعرف حاله اختك او الدنيا ماشيه ازاي، او ليه ما بعتش التأشيره؟ لا، انا حاولت ان انا بقدر الامكان اللي هو يبعت لي التأشيره، ما قدرش اللي هو يبعت لي التأشيره. قال لي انا ما اعرفش ابعت لك تأشيره. ليه؟ ما اعرفش.
تمام. بقول له هات تقرير طبي، قال لي برضو مش عارف اجيبه. طبعا الحمد لله رحت سفرت الكويت، ربنا كرمني جات لي تأشيرة، سافرت هناك راح هو استقبلني، ازيك يا سعيد؟ قلت له الحمد لله. قال لي يا سعيد لما اي حد يسألك قول اللي انت ليك 2 اخوات. نعم، قال لي قول اللي انت ليك 2 اخوات. ليك 2 اخوات. طبعا انا ليه؟ ما اعرفش يعني، برضو ما هو اعرفش. انا اللي عرفته لما جيت عندكم هناك وصورت مع الوالدة، عرفت ان انت ليك اخ واحد. انا ليه اخ؟ احنا عمرنا ما سافرنا الكويت. طبعا انا اتفاجئت اللي هو بيقول لي كده، انا دماغي مش في الموضوع يعني، انا يعني اخدت ليا 2 اخوات تمام. طب انا عايز اعرف ايه القصه يعني. المهم يا جريته يعني. جريته يعني على اساس ان انا عايز اعرف ايه الموضوع هناك بالظبط يعني. تمام. طبعا لما شفت هاني وداني بقول له فين الاولاد، قال لي الاولاد مش موجودين، ده هم عند ناس وبتاع. عند ناس ليه مش متواجدين؟ ليه في ما منزلهم؟ اعرفش، ما عرفتش طبعا. كل دماغي في موضوع اختي. طبعا سالت على الاولاد، قال لي مش موجودين يعني. تمام. المهم رحت البيت عند هاني، تمام، ببص في الورق بتاعي، ورقه بتاع الحاجات بتاعت اختي، قال لي انت مش معاك تليفون، خد التليفون بتاع اختك خليه معاك، لان قال بحس اللي هيحصل لي يعني، على اساس ان انت تتابع يعني اي حد ارقام. بصيت في التليفون بتاع اختي، تمام، ببص على الجروب ارقامها الفيسبوك، لقيت جميع الارقام كلها مش شاله. الفيسبوك جميع اصدقائها كلهم مش شاله. ببص في الاوراق بتاعتها، لقيتها كاتبه حسبي الله ونعم الوكيل، في حاجات وبتاع. بقول له يعني ليه ده في كده؟ المذكرات بتاعتها. المذكرات بتاعتها. يعني انت رحت البيت، انا رحت انت البيت، رحت منزلها اللي رحت حصلت منزلها على فيه. اساس اعرف ايه الموضوع بالظبط يعني. دخلت لقيته مقطع جميع اوراقها، ورايت راح شارد مني التليفون. يعني ازاي اللي انت بتبص، انت جاي بيت اختي وجاي بيتي وجاي تبص على حاجه اختي؟ لقيته شد مني التليفون. طبعا شد مني التليفون وراح مشاني يعني. مشيت انا من البيت طبعا على اساس ان انا اروح المستشفى، عايز اعرف ايه القصه بالظبط. رحت المستشفى طبعا بسال ايه الموضوع بالظبط، لقيت حد قابلني هناك من اللي هم المستشارين اللي هم بتوع الاستعلامات. بقول له ايه الموضوع بالظبط، في ايه بالظبط يعني، فهمني ايه الموضوع بالظبط. قال لي في حد قال اللي هو ابوها وجابها وبتاع. قلت له طب اتصل لي بيه. راح جه حد بيقول لي انا، ما انا مش عايز اذكر اسامي طبعا. لا، من غير ذكور تمام، اسماء. مش عايز اذكر اسامي. قال لي تمام. انا ابوها وبتاع. قلت له انا ابوها متوفي بقاله 30 سنه. يعني الراجل اللي هو كان سايب رقم تليفونه كان بيدعي ان هو اللي والدها. هو والدها. بقول له طب تمام. انت ابوها، انا اول مره اشوفك وبتاع، ده انا ابنها، ابويا متوفي بقاله 30 سنه، انت شفتها وهي واقعه؟ راح قال لي لا. قلت له طب انت بتقول اللي هي واقعه ليه؟ طب الراجل ده ازاي قدر يدخل المنزل اثناء وقوع ما الحادث اعرفش ونقلها دي القصه. المستشفى؟ يعني هو نقلها هو المستشفى، نقلها المستشفى، هو اللي هو نقلها اللي نقلها المستشفى. طب المستشفى دخل وبتاع. المنزل ازاي؟ الله هل كان اعلم. في جليسة اطفال؟ لا، في جلسة أطفال موجودة هي هناك في أثناء يعني اللي الحادثة. فتحت له فدخلته؟ ممكن تكون جلسة أطفال. طبعا أثناء الحادثة جوزها موجود، حياته هو اللي يوديها المستشفى زي اللي هو طب وليه الشغالة مثلا ما كلمتش جوزها بدل ما كانت كلمت الراجل اللي ادعى انه هو ابوها ده؟ دي أنا ما أعرفش. يعني الاقرب الأقرب اللي هو المفروض يجوز. ان هي تتصل بزوجها، تمام، أكيد لازم مظبوط، اللي هي مش تتصل. هتتصل بحد غريب. تمام. لقيت تمام. الراجل ده راح بيكلمني، تمام، بقول له طب انت ازاي ابوها، انت شفت الحادثه؟ قال لي لا. طب انت ليه بتقول اللي هي وقعت؟ قال انا داخل الدبليو سي. قعدت انتظر على اساس اللي هو يقول لي ايه القصه بالظبط. انتظرته اكتر من ساعه، بعد كده ما لقيتوش. طبعا رحت المستشفى، لقيت حالتها كانت صعبه جدا. طب ايه؟ طب طلعوا لي تقرير. بسال الدكتور، بقول له طلع لي تقرير، بيقول لي انت جاي بعد 3 شهور تطلب تقرير. هو المفروض ان كان زوجها هو اللي هو اللي كان طلب حياته يجيب تقرير لي الطبي التقرير على اساس الشرعي ان انا اسافر. بيقول لي انت جاي بعد 3 شهور تطلب تقرير او تقرير طبي او على تقرير الاقل طبي يفيد على اساس ان بحالتها. انا اعرف حالتها وبتاع ازاي. طبعا بسال الدكتور، قال لي لا، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي ما فيش حاجة. اي حاجه يعني، التقرير بتاع 2 3 ويطلع لك التقرير. المهم خدت التقرير على اساس ان انا اشوف ده الحاله ايه تقرير وبتاع. الطب الجنائي ولا لا، تقرير تقرير طبي من مستشفى بيفيد بحالتها ايه؟ بحالتها ايه. تمام. جه يوم وانا في معاه في المستشفى، لقيت حالتها صعبه جدا. ايه الموضوع بالظبط، ايه القصه بالظبط، عايز افهم ايه الموضوع يعني بالظبط. لقيت واحد بيقول لي انت اخوها، انت مين؟ ده بقول له انا الواحد ده مين بقى؟ الدكتور. الدكتور. الدكتور كان، لان كانت حالتها كانت صعبه، بقول له بيقول لي انت مين؟ قلت له انا اخوها. بيقول لي ليه كذا اخ؟ طلعت له الباسبور، بقول له انا سعيد محمد السيد. راح حكى لي القصه، قال لي ده انا ما اعرفش جوزها، انا فيش حد بيزورها في المستشفى بقى لها اكتر من 3 شهور، ما فيش حد بيزورها في المستشفى، دي اول سفريه كانت بالنسبه لي.
قلت له طب ممكن اخد رقم التليفون بتاع حضرتك على اساس ان انا اتابع معاك يعني الموضوع ايه وبتاع. طبعا رجعت تاني مصر على اساس اشوف ايه الموضوع اللي في التقرير. تاني مرة لما سافرت الكويت عشان اشوف ايه اللي حصل في التقرير، عملت جروب باسم سعيد محمد، سعيد ابو الخير، انا اخو هنا، على اساس اي حد يتابعني. لقيت واحدة صديقة راحت متصلة بيا، تمام، قالت لي انا صاحبة هناء وعندي محادثات اللي هنا بتقول لي اللي قلبي حاسه يحصل لي حاجه قد الحادثه بقيمه يوم. يعني هناء اتواصلت مع صديقه ليها، صديقه ليها، وقالت لها لا يا وقالت قلبي، لها الكلام ده، قالت لها، قالته لها تليفونيا ولا قالته لها ايه؟ لا رسالات، كانوا بيكلموا مع بعض رسالات. طب معلش عايزه اشوف كده الرسائل اللي بعتتها تمام يا استاذه قلبي، هناء. تمام. انا صاحبه هنا، وريني كده اتفضل معلش. يا فندم. السلام عليكم، سعيد انا صاحبه هنا مقربه جدا ليها، وكنت في اجازه ولسه راجعه، يا ريت تكلمني ضروري اول ما تشوف كلامي، انا فلانه وهي غالبا هتبقى جابت سيرتي معاك، المهم لما تكون فاضي يا ريت تكلمني وتعرفني هنا وقعت من على اي سلم، العماره ولا اللي بره. طيب الرساله دي ما عليهاش اي حاجه، دي معلش اي الرساله حاجه. التانيه. الرساله التانيه، انا حالتي صعبه، انا بموت، انا ما اعرف، انا بقى بتطلق. هي انا بتقول بتطلق. كده لصديقتها بتقول هنا لها المريضه، بتقول لصديقتها انا بقى بتطلق. راحت صديقتها رد عليها قالت لها حاولي تهدي الدنيا باي طريقه، هتتبهدلي بالعيال يا هنا. هنا ردت عليها قالت لها ضربني وجزع لي صوابعي. قالت لها صديقتها ولادك صغيرين ومحتاجين اب، حسبي الله ونعم الوكيل. دي الرساله من صديقه هناء المريضه المتواجده في المستشفى في غيبوبه بلا وعي وبلا ادراك. انا عايزه بس زوم عليها يا جماعه معلش، يعني نحاول ندخل زوم كده على الرساله اهي. طيب تمام خلاص. طيب الرساله دي هل هنا كانت قايله مثلا لصديقتها ان في خلافات زوجيه ما بينها وما بينه مثلا؟ طبعا انا لما كلمتها في التليفون قالت لي ده انا قلبي حاسس ان هيحصل لي حاجه وبتاع، اللي انا بتطلق يعني وبتاع، وخدي الذهب بتاعي لان قلبي حاسس ان هيحصل لي حاجه. يعني قلبي حاسس ان هيحصل لي حاجه. طبعا لما سافرت الكويت طلعت شهادي بالموضوع ده، قالت لي اجي المغفر واروح اشهد. المهم الحمد لله اللي انا روحت الكويت تاني مره خدتها، طلعنا على المغفر عشان نسجل اقوالها، رفضوا، طلعنا على رئيس المحققين. المهم تجوت مع حد في المغفر، راحت قالت اقوالها اللي انا جوزي كان ضاربني وبتاع وانا بتطلق، خدي الدهب بتاعي. اللي هي الرساله اللي حضرتك الرسالة وريتها لنا، اللي انا هي دي وريتها اللي لحضرتك. شهدت فيها، وهي دي الحرز اللي كان تمام، موجود داخل المحضر داخل الموجود المحضر. هناك. تمام طيب تمام تمام لما رحت المستشفى لقيت هناء حالتها صعبة جدا. تمام، قابلني دكتور هناك، تمام، بدون ذكر أسامي طبعا، قال لي دي هناء حالتها صعبة جدا ولازم تروح، لازم. أنت مين؟ قلت له أنا أخوها. قال لي هي ليها كذا أخ. بقول لي هي ليها كذا أخ. قلت له يعني معنى كده إن في تواجد أب وتواجد إخوات، وكم أخ بقى؟ اتنين إخوات. إخوات. تمام، يعني كده ثلاث اشخاص ادعوا ان هم قرايب هم ليها، قرايب هناك. وقرايب قرابه كبيره يعني. طبعا لما جيت من هنا من الكويت لقيت اخويا راح متصل بالدكتور، وفي حديث حصل بينه هو والدكتور، قال له لا ده جوزها اولا ما بيجيلهاش، انا ما اعرفش جوزها، وقال له دي هناء طبعا في ضرب، دي مضروبه ولازم تخلوا تعملوا محضر وبتاع طبعا بالقضيه. طبعا انا مش عارف محضر مين، كنت ما اروح اعمل محضر هناك عشان اثبت حاله، بطالب بتقرير طبي جنائي هناك على اختي، مفيش حد استجاب مني هناك لغايه دلوقتي، انا بقالي سنتين ونص بطالب بتقرير طبي جنائي، مفيش حد استجاب. انت معاك صوره لاختك يا استاذ سعيد؟ تمام يا فندم، الصوره بتاعتها وهي في المستشفى. طيب طبعا انتوا شفتوا في التقرير صور هناء قبل الحادث في منزل والدتها. دي هناء بعد الحادث. تمام، لو حضراتكم شايفين ادي هناء بعد الحادث. تمام طيب طب انا عايزاك تهدى عشان نعرف نتكلم وافهم منك الموضوع. تمام ارجوك يعني. طيب كمل يا استاذ سعيد. بعد ما رحت طبعا لما رحت تالت مره المستشفى، تمام، تالت سفريه ليا،
ببص للدكتور يعني بروح المخفر استعلم ايه اللي حصل في المخفر، ايه اللي حصل، القضيه وصلت لغايه فين، مفيش حد استجاب، فين التقرير الطبي، مفيش حد استجاب. اروح المخفر يقول لي اعمل توكيل، اختك تعملي توكيل. اختها تعملي توكيل ازاي وهي بين حالتها الحياة والموت. بين الحياه والموت، واحنا عمرنا ما سافرنا الكويت؟ مين الاثنين اللي اخواتها؟ مين ابوها اللي وداها المستشفى؟ كل الحاجات دي انا عايز استفسر طب عنها. زوجها كان فين أثناء وقوع الحادث؟ ما اعرفش، دي ما نقطة أنا ما تعرفش. أعرفش. طب ما اطلعتش مثلا على، أكيد طبعا أي حادث لما بيروح المستشفى حتى لو حادث قضاء مش وقدر عايزين يوروني أي حاجة، بيكون موجود مش عايز، ملابسات الموضوع داخل المستشفى يعني. تمام، هم مش عايزين يوروني أي حاجة من هناك، عايز أعرف مين اللي بيدفع لها المصاريف. أولاً مفيش حد يستجاب مني، مفيش حد بيقول لي أي حاجة هناك بالنسبة للمستشفى، تمام. بحاول إن أنا أقول مين اللي دخلها المستشفى، بيقول لي مفيش حد بيزورها. تالت مرة لما بسافر الكويت برضو بسأل أي حد في حد بيزورها، بيقول لي مفيش حد بيزورها خالص نهائيا. يعني زوجها ما ما بيزورهاش. بيزورهاش. أولادها فين؟ مفيش حد بيزورها. مفيش أي حد بيجاوب طب معاها. جوزها فين دلوقتي؟ جوزها هناك في الكويت، تمام. أنا ما أعرفش عنه أي حاجة. حتى أنا آخر كان في مكالمة بين أنا وميس هناك، بتقول لي هناء أخبارها إيه؟ قلت له هناء كويسة، مفيش أي حاجة. قالت لي هناء حالتها مستقرة، مفيش حد بيزورها، تمام. موجودة هناك. طبعا لما رحت هناك عملت كذا بلاغ للنائب العام الكويتي، بلاغ للنائب العام الكويتي تاريخ 24/6/2018، رقم الشكوى 44/33. مفيش حد برضه استغاثني بأي حاجة. كل ما بروح هناك أقول لهم إن ايه سبب التقاعس؟ تقاعس، يعني ليه الموضوع مش مش واخد عارف، شكل مش سريع؟ عارف. والتقرير الطبي بنتظر بالتقرير الطبي، مفيش حد استجاب مني بالنسبة للتقرير الطبي الجنائي على أختي، تمام. قدمت شكوى للنائب العام المصري بتاريخ، النائب العام الكويتي بتاريخ 3/9/640 على 18، ده الرقم. ده الرقم بتاعها، تمام. تمام. قدمت كذا شكوى في كذا حته على اساس ان انا استغيث باي حد يقول لي ايه الموضوع بالظبط. مفيش حد عايز يقول لي اي طيب حاجه. حضرتك، انا عايزه بس سؤال منك علشان وقت الحلقه. تمام. استاذ سعيد، حضرتك بتوجه الشكوك لحد معين؟ انا عايز حق اختي، مش عايز اكتر من كده. وفي حاجه كمان اللي انا عايز اتكلم فيها، اخر مره لما سافرت الكويت، تمام، اتفاجأ اللي حد جه لي بيقول لي في ايه، بقول له في ايه بالظبط، ايه المشكله اللي حصلت هناك، في ايه بالظبط، جوزها ما بيجيش ليه. رحت السفاره، اتفاجأت اللي هو مسافر. واحده مسافر فين؟ صديقه جات لي من الجزائر مع الاولاد، بقول لها انت مين، طب فين جوزها، قالت ده هو مسافر مصر. رحت سفاره الكويت، السفاره المصريه اللي فيها الكويت، قابلتني السفيره، قالت لي لازم تعمل محضر في مخفر الفنطاس ان هو مش موجود اللي هو يعني مش ولا موجود. اللي هو مش موجود. رحت هناك مخفر الفنطاس، عملت محضر، وطلعت معايا حد من القنصليه على اساس ان انا اثبت قضيه يعني هناك، اللي هو جوزها مش موجود واولادها مفيش حد بيستجيب معايا. برضو حضرتك ما ردتش عليا، في حد بتوجه له شكوك؟ طبعا انا شاكك، مش عارف الصراحه يعني. يعني حضرتك مش بتوجه لحد شكوك، لحد ما مثلا انا بطل لحد ما النيابة توجه اتهام مباشر اتهام لحد؟ لمين؟ انا بالنسبة لي عايز اعرف اتهام مين؟ مين اللي عمل فيها كده؟ تمام. مين؟ طيب، انا من خلال برنامجي بوجه رسالة، يا ريت نشوف اي تقرير طبي جنائي من مصلحة الطب الشرعي يحدد لنا حالة هناء علشان خاطر نعرف الحادث ده حصل ازاي ومين اللي عمل فيها كده، ان كانت في شبهة جنائية. استاذ سعيد انا بشكرك جدا. انا بشكر جميع الناس اللي استقبلوني هناك في دولة شكرا. الكويت، لعم سيد الراجل اللي هو استقبلني هناك في تمام الكويت. تمام يا استاذ سعيد، بشكرك جدا، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وفي قضية جديدة وفي ملف جديد، وتصبحوا على الف مليون خير.